عليكم. هناك العديد من الأمثال التي تضرب ولا تقاس في المجتمعات، لكن العديد منها يقاس في الحياة اليومية. ضمن هذه الأمثال اللي يقاس: لا توجد شجرة تعطيك الرز مطبوخا. هذه الأمثال اللي تنوه على أهمية العمل الدؤوب والنجاح والاستمرارية بهذا العمل من أجل الوصول وتحقيق ما هو مطلوب من الشخص داخل هذا المجتمع. قصتنا اليوم هي عن شخصين أثبتوا لمحافظة كربلاء أنه لا شيء مستحيل، عملوا بصورة مجتهدة من أجل تحقيق ولو الجزء البسيط من نظرة جميلة للمواطنين في داخل محافظة كربلاء المقدسة. الشخصية الأولى اللي أثارت الرأي العام بعملها، أثارت إعجاب العديد من المحافظات العراقية، لاقى استحسان وتكريم من العديد من الجهات الحكومية لهذا الأمر. على أحد الأشخاص اللي أثبتوا عملهم الناجح في محافظة كربلاء خصوصاً، ويعجبني بعلاء التفكير العكسي اللي هو يصنع من اللا شيء شيء موجود ويثير انتباه المواطنين. حياك الله يا علاء. علاء، اليوم تأثرت الرأي العام بصورة عامة بأعمالك، بالنجاحات اللي حققتها بصورة مستمرة. بدءاً بهذه الحلقة، المشاهدين يريدون يعرفون علاء منه. الموظف علاء كريم حسوني، أداوم في بلدية كربلاء، لدي من الخدمة 13 سنة. هاي الأعمال اشتغلتها للمعلومة والاطلاع، أنا بالنسبة لي موظف فرد. فاكتشفت هاي الأفكار عندي وطورت هاي الأمور واشتغلت خدمة مدينة الحسين عن طريق شعبة الحدائق أو المتنزهات، تنسيق بيناتنا من قبل بلدية كربلاء وأستاذ حسن مسؤول شعبة الحدائق. يعني لاحظنا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، يعني العديد من البلدان الأوروبية، أنه صنعت بعض مجسمات الحيوانات الأليفة. نعم. داخل الحدائق. نعم. يعني عندها بعض مرات تكون الأطفال يأخذون معها سيلفي. نعم. منظر جميل للمواطنين. هل هذه الفكرة اللي شفتها بهذه البلدان يعني انطبعت في مخيلتك حتى تطبقها بمحافظة كربلاء، أم هناك يعني ملهم آخر؟ أستاذنا العزيز، هاي الأمور أكثر شيء على التواصل الاجتماعي، وهواي بعض الأشخاص يعني يسافرون لغير دول بلدان العالم يشوفون هاي التجاسيم اللي هي بالحدائق المتنزهات. فعلى التواصل الاجتماعي يعني دائما أطور عملي بهذا الشيء، فشفت أشكال يعني اللي هي من ضمنهن التجاسيم، اللي سيارات أو البايسكلات، هذن الأمور يعني أشتغلها من ضمن شعبة الحدائق يعني بجهد ذاتي بسيط. والعمل مالتها يعني دائما وصلنا على التواصل الاجتماعي، طبعا أكو ناس نقدت عجت كذا مليون، هذا الكلام ما له صحة، لأن كل الأعمال مالتها يعني المجسم بكبرى هذا اللي يحكون عليه يعني ما يكلف الفد 100,000 دينار، 150 اكبر مجسم عادي اللي موجود بوسط شارع المجمعات، اللي يعني بصراحه كان ردود افعال البعض منها مستفزه. نعم. والبعض الاخر كان مشجع للاستمرار بمثل هكذا اعمال، لكن من خلالك وضحت انه انت هذا التكلفه مالته يعني ما يقارب ال 100,000 دينار. نعم. لكن شنو تحب توصل لهم رساله؟ أوصلهم رسالة للتواصل الاجتماعي، ناسنا، محافظاتنا، يعني إحنا دائما أي شخص حتى من عنده فد عمل بسيط يقدمه بجهد ذاتي فيحتاج لتشجيع، بدال ما التناقض هذا يجي ويبحث على الموضوع، ما يأخذ يعني نقول مثلنا الشعبي هواء في شبك، فيتحقق من الموضوع. وأنا أحكي أمام قناتكم الموقرة على هذا الموضوع، اي استفسارات جهه رقابيه خل تجي وتشوف هذا الموضوع. وبالنسبه ان هذا يطلع الحديد مالته اللي هو بي ار تي او شيلمان، هذا الحديد يعني المستهلك اللي بقراجاتنا مال البلديه. يعني وين كان هذا موجود عندكم؟ داخل المخازن نقدر نقول؟ داخل المخازن اللي هو مستهلك طبعا، مو جديد، نستخدمه لهاي التجاسيم والشغلات الاخرى. ماكو مواد احتاجتوها انه تشتروها من خارج الدائره؟ الشغلات اللي يعني ضروريه كلش، اللي هي مثل تدري احنا ما عندنا معمل مال هذا الثيل الكاربت الاصطناعي، اي فهذا معروف السعر مالته المتر بيش، هو موجود يعني بالاسواق كلها. يعني تلاحظ الان اكو عمل جديد، شنو؟ نعم. هذا؟ اتوقع انه هو شكل سياره. هذا شكل سياره قديمه
فولكس واجن. فولكس واجن هاي القديمة يعني على شكل خضار، شلون نقول تقليم دائما بالتواصل الاجتماعي أو الناس اللي تسافر شوف هاي المناظر الحلوة في الحدائق العامة. إذن تركك بعض الشيء تنجز هذا العمل وراح نلاحظ معك بهذه الجولة. مشاهدين الكرام مثل ما لاحظتوا يعني شخصية علاء وأيضا أمثالها في منظمات المجتمع المدني اللي حاولت أنه تزرع، حاولت أنه تجتهد من أجل تحقيق بعض النجاحات المتواصلة في محافظة كربلاء أو بقية المحافظات العراقية. التفكير العكسي مهم جدا، مهم جدا في الوضع الحالي اللي يعيشه حاليا المواطن العراقي أو الشاب في عموم المحافظات العراقية. أتوقع أنه هذه مثل ما ذكر علاقة بالقليل هي مجرد يعني مواد حديدية متروكة في مخازن البلدية، لكن علاء صنع منها مجسمات لطيفة لحيوانات أليفة داخل محافظة كربلاء في مفترقات الطرق، منها تضفي على المحافظة جمالية بسيطة وأيضا بأدوات أبسط مما يكون. إذن دعونا نترك علاء لبعض من الوقت لينجز هذا العمل، تابعونا. الأعمال مستمرة وأيضا كان لي على بعض المساعدين بإنجاز مثل هكذا أعمال اللي لاقت استحسان شارع الكربلائي. أحد المعاونين لعلاء هو هارون، أيضا هارون باشر بعمله. السلام عليكم هارون، شلونك حبيبي؟ هارون أحد الأشخاص اللي كان يعني مباشرته ويا علاء في فترة من الوقت، عاون بإنجاز بعض المجسمات اللي متواجدة الآن بحدائق وشوارع محافظة كربلاء. حياك الله يا هارون. أهلا بك حبيبي. هارون بدءاً المشاهد أيضاً يحب يعرف منه هارون. هارون رياض رسام ونحات، خريج كلية فنون جميلة بغداد. حالياً إنه باشرت تقريباً صار لأقل الشهر باشرت مع بلدية كربلاء قسم الحدائق والمتنزهات، وحالياً الأعمال اللي ويا حدائق ومتنزهات كانت شبه مؤقتة بين ما توصلني المواد والإمدادات الكاملة حتى إنه أبلش بشغلي الأكاديمي اللي إنه أنا هذا طموح إليه، إنه حتى نكون مجسمات عملاقة بساحات كربلاء. أما هاي الأمور يعني هاي الأعمال كانت عندي مساعدة بيها وقدرنا إنه ننشئ ولو شيء بسيط لخدمة مدينة كربلاء. مستقبلاً نقدر نقول إنه هناك ورشة خاصة لهارون. نعم. وأيضاً مواد وعمل واسع إن شاء الله بالأيام القادمة. إن شاء الله أكيد، وهذا طبعاً بدعم مدير بلدية كربلاء ومدير أستاذ حسن قسم مدير قسم الحدائق والمتنزهات. إحنا بلشنا بإنشاء ورشة خاصة للأعمال إن شاء الله حتكون مختلفة ومميزة من نوع ثاني، يعني حيكون يعني شغل أكاديمي 100%. تمام. إذن إن شاء الله توفيق يا هارون. تسلم لي حبيبي. إذن مشاهدين الكرام إنه هذه الأعمال والمجسمات تحتاج دعم وتحتاج يعني إشراف من قبل المختصين في محافظة كربلاء، تحتاج من قبل الدوائر المالية لتوفير بعض الإمدادات، توفير بعض المستلزمات الخاصة بمثل هكذا أعمال. بالتالي هي كلها تصب بفرحة ورسم ابتسامة جميلة للأطفال داخل محافظة كربلاء، عسى ولعل إنه هي تكون تشبه ما لاحظ بمواقع التواصل الاجتماعي في البلدان الغربية، البلدان الأوروبية اللي زرعت هذه المجسمات في الساحات والحدائق بغية المنظر الجميل والابتسامة للأطفال. الحلقة مستمرة، خلوكم ويانا. رجعنا ويا علاء. علاء اكو أحد المعاونين اللي رافقك في هذه الورشة اللي هو هارون. هارون أيضا يعني مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت هارون وذكرت علاء. العمل اللي صار بداخل هذه الورشة اللي اشترك فيه هارون
واللي حضرتك كنت القائم عليه واللي رتبت الفكره واللي اشتغلت على هذا الاساس. نعم. فشون كان تعاون بيناتكم؟ شلون قدرت تحققون هذه الابتسامه والفرحه على وجوه الاطفال داخل محافظه كربلاء من خلال هذه المجسمات؟ استاذنا العزيز، هذا الموضوع صار وشوي صار عليه خلافات بعض التواصل الاجتماعي وخلافات. هارون الولد الشخص اجى خريج الولد بس عن طريقه اجير يومي، فتعين على هذا الشيء، واحنا نكيف لكل انسان الله يوفقه ويتعين. فصار العمل اجى بصفه الولد شخص يعني مساعد الي. اوكي؟ فالولد مالت الله انا اشهد امام الله، الولد اشتغل اليدين والرجلين مال الارنب اللي هو اجى على اخر مجسم عندي اللي هو الارنب. اشتغل اليدين والرجلين بصفته هو رسام، يعني رسم العين مالته، وهذا اللي صار الموضوع. لكن بالتالي اضفيتوا بسمه وفرحه على الاطفال داخل محافظه كربلاء، طلعتوا بعمل ممتاز وجيد بادوات بسيطه، بعمل صعب من قبلكم، خصوصا المواد اللي موجوده مواد يعني مستهلكه البعض منها، وايضا موجوده بالمخازن يعني، لكن بالتالي حصلتوا على نتيجه ممتازه من خلال عملكم. الحمد لله والشكر، هذا توفيق من رب العالمين. واحنا انا شخص من الناس اللي انا احتاج الدعم مال الناس اللي مو بمبالغ، احتاج دعم كتشجيع من الشارع العراقي. هذه رساله احنا وصلناها وراح نوصلها ايضا، يعني علاء او هارون او اي شخص يعمل بمثل هكذا مجال بادوات بسيطه مثل ما لاحظتوها اللي موجوده، يعني اغلبها يعني مرميه على الارض، اغلبها مستهلك، حصلوا هذه النتيجه الممتازه. علاء، بالمستقبل اكو اعمال متطوره اكثر، اكو عندك افكار وتطلعات يعني اكبر من هذه الاحجام اللي موجوده عندك؟ والله ان شاء الله الى الله وفقنا، ونسمع الناس الطيبه على التواصل الاجتماعي ودعمهم لنا بالكلام، والكلام الطيب اللي نسمعه ان شاء الله نقدم افضل وافضل لمدينه الحسين. وانا اوصل رساله عن قناتكم الموقره، فيا ريت كل شخص عنده طاقه او امكانيه يطلع على هذا الفكرة، ويا ريت يعني من التناقض بعد الشباب العفو دي يقولون كذا وهيك امور ويشوهون كلام وكلام مزيف يحكون، يا ريت بدال ما هذا الكلام المزيف امام الله يسجله في نقطه اشتغل الكربلاء والمحافظه زين لو لا. هذا موضوع جدا مهم، انه اي شخص هذه دعوه يوجهها على لكل شخص في محافظه كربلاء، اذا كان عندك فكره، اذا كان عندك مخطط لموضوع معين سواء كان سيارة أو مجسم لأحد الحيوانات الأليفة، هي ماكو ضير، على مفتوحة بيبانة وحارون وغيره وكل شخصية تملك مثل هكذا أعمال في محافظة كربلاء، أنه بابها مفتوح، تقدر أن أنت تقدم هذه الفكرة إلى تشرح طريقة العمل، فبالتالي يعني يرحبون بمثل هكذا أفكار، وبالتالي كلها تصب في ابتسامة ظريفة في محافظة كربلاء تسجل في هذه المدينة المباركة. إذا علاء، خلي نتركك تنجز عملك حتى نلتقي ويا المهندس حسن اللي كان مشرف على هذه الأعمال بصورة عامة. تعالوا يا أخي. إذن بتجوالنا راح نلتقي مع المهندس حسن، مثل ما ذكرت لكم انه اللي كان مشرف على هذه الاعمال واللي وضع النقاط الاساسيه حتى يسيرون عليها الكوادر اللي موجوده تحت مسؤوليته بداخل هذه المؤسسه الحكوميه. السلام عليكم استاذ حسن. السلام استاذ جاسم. بدأنا هذه الامور الجميله اللي شفناها في محافظه كربلاء، اكيد كان لحضرتك لمسه بهذه المشاعر. طلبك صحيح، احنا حقيقة عمل شعبة الحداق هو عمل متشعب، خلال هاي الفترة الماضية فتحنا أكثر من ورشة وأكثر من ورشة عمل، سوينا كل فريق فريق يعمل بوحيده، حتى ما نروح بعيد، احنا كان حديثنا عن طريق الأعمال اللي صار عليها لغط وكلام من قبل الشارع الكربلائي، احنا عندنا أكثر من فني في داخل الشعبة. عندنا علاء كريم حسوني اللي كان حقيقة مختص بعمل النافورات والمجسمات، احنا احتوينا هاي الافكار وحاولنا ننميها وننتقل نقلة نوعية مثل باقي الدول المجاورة مثل ما يعملون بالجزائر الوسطية والحدائق العامة، فطورنا هاي المهارات وعملنا على تطويرها،
خلال هم بحثنا لقينا احد الاكاديميين اللي هو هارون رياض، ايضا بحثنا وياه على عن طريق اعمال جديده ان شاء الله. احنا اليوم دعم من مدير بلديه كربلاء من اجل تطوير هيك مهارات. ان شاء الله الايام الجايه اكو افكار جديده واكو اعمال جديده خاصه بالفني على كريم حسوني، وكذلك عندنا الاكاديمي هارون ان شاء الله اعمال جديده ننزلها بشارع الكربلاء ان شاء الله. شكرا لك استاذ. اهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، اليوم بهذه الحلقة اللي سلطنا بها الضوء على مثل هكذا مهارات في محافظة كربلاء، أعمال متطورة جدا قدرنا من خلالها نوضح بعض الملابسات اللي صارت أزاء هذه الأعمال، بينا أعمال القائمين عليها بتوجيهات من المسؤولين داخل هذه الورشة. بصراحة الأعمال كانت مميزة، الأعمال كانت يعني بها جمالية لمحافظة كربلاء. أيضا لاحظنا ردود الأفعال كانت مميزة جدا من خلال هذه الأعمال، وأيضا رسالة وجهوها أهالي محافظة كربلاء بالاستمرار بإنجاز هذه الأعمال المبتكرة الجميلة جدا، سواء بصورة يعني متفاوتة من الزمن أو يوميا. المهم نرسم هذه البسمة على الأطفال في محافظة كربلاء. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام، حاولنا نرسم هذه البسمة على عيونكم من خلال هذه الجولة، وإن شاء الله راح تكون لنا جولة مع عيونكم الجميلة نأخذكم بيها لبرنامج جولة مراسل. قبلوا تحياتي، مع السلامة، جاسم الهمين.